عم بطبخ يبرق ومحشي القرع الميبس، طبقته بالطنجرة وللأسف طلع كميته شوي زيادة، اتكاسلت أفضي. المهم أنا ما بدي أضغطه، أنا بطبخه من البداية للنهاية على نار شمعة، بياخد معي شي 7-8 ساعات بس بيطلع اليبرق الحلبي غير. المهم غايتنا نشوف شلون انتزع الغاز لسبب ما، هذا هو، ومنا نشوف شلون تنظيفه بكل بساطة وبكل سهولة، ولكن مع جملة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. مباشرة بعد ما أرفع الطنجرة بباشر بالتنظيف وهو لساته سخن، مستحيل ينتزع معك الغاز وتتراكم عليه الأوساخ. هالمنظف رائع لتنظيف داخل الفرن وحتى سطح الغاز، مع ذلك رح نقول جود بالموجود، وبمجرد دواء غسيل وصابون غار رح ناخد نظافة تاخد العقل. ممكن تستعملوا هالمنظف وممكن ما تستعملوا، بس لداخل الأفران التنظيف العميق انتي بحاجة لهالمنظف. هذا بينظف الأوساخ المتراكمة جدا جدا. بعض الصبايا عم تسأل خالي دلال انصحينا شلون بناخد التوم أبيض ما له مستوي زيادة عن اللزوم. حبيبة قلبي أنا مقدار التوم بقسمه لقسمين، قسم بحطه بالبداية وبفرك فيه العصعيس، وقسم بتركه قبل ما أطفي على اليبرق تقريبا بساعة، بيفضل بهاللون وبيبقى طيب كتير. عين الخالي، مثلي مثل أي ست بيت بيتوسخ غازة بعد الطبخ، ولكن في جملة دايما بتعلق براسة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، هو سخن بنطفه. هذا هو سر النظافة والقطافة. رح نرفع هدول كلياتهم ونحطهم بقلب المجلى. بكل بساطة عنا هالدواء فعلا بيعطيكي تنظيف عميق لداخل الفرن، وعرضت شلون بنظف الفرن من الداخل. وبالنسبة لهاد البعض رح يقلي خالي دلال جود بالموجود عودتينا ما عنا هاد، ايش نعمل؟ حبيباتي اي دواء غسيل متوفر عندك جود بالموجود مع صابون غار عادة بيزيد البروات اللي بالحمام، صابون استحمام الجسم البعض بيسميه صابون النابلسي، صابون الغار، أي بروة صغيرة حطيها بمي وبمطربان ونطفي فيها دايما الستانلس مع أي دواء غسيل متوفر عندك، وممكن تحطي رشة كربوناتو إذا ما له متوفر عندك. هاد أنا اليوم رح أعمل لك اختبار جزء بهاد وجزء بدواء الغسيل اللي هو جود بالموجود. لساته سخن، هذا قصدي صابون الغار، هون صابوني رح احط جزء هون بس، ورح ارش شوية دواء غسيل محل الوسخ. وبالنسبة للألمنيوم بتحطوا على السلك من صابون الغار بتلمعوا، بطلع معكم فعلا نظافة وقطافة تاخد العقل. يا ريت نتركه لمدة 5 دقائق بس. بالنسبة لهدول ممكن ترشوا هالدواء، وممكن ببساطة صابون غار او اي برش صابون متوفر عندك مع دواء غسيل ومعلقة كربوناتو بمي دافية وصبية انقعيهم، وممكن تعملي بهالشكل وتتركيهم نص ساعة. اللي عم يسأل عن الكربونات الصوديوم هدول بتنباع فرط وممكن بعلبة بتحطي هيك. المهم سطل صغير فيه رشة دواء غسيل بهالطريقة. بدي اروح لك هاد جود بالموجود اول شيء، شايفه
بهالطرف هاد، او تركيه منقوع. انا ما تركته منقوع كتير، شايفين راح لانه سخن. هلا هدول بشيلهم وبلمع الالمنيوم. وبالنسبه لهاد هلا فرجيكي هيك، شايفه؟ لساته سخن، شفتوا البخار؟ هدول كلهم رح ارفعهم والمهم وانظفهم. ما تنسوا الخرقه السحريه، هذا اول دور. هلا بعمل ثاني دور على نظافه وبتاكد اذا في شيء هون مشان ما ينسد. شايفين ما احلى؟ شايفين؟ صدقيني لو تركتي متراكم وتاني يوم طبختي وتالت يوم طبختي رح يصير كتير صعب عليكي. شوفي شلون بثواني نظفته، لا تعذبت فيه ولا شيء. شايفين ما اخذ مني غير دقيقة. مشان هيك بنصحك حبيبة قلبي لا تخلي الاوساخ تتراكم، بيفضل الغاز عندك بعيونك جديد وبعيون الناس جديد، رغم انه قديم. وخلينا نقول قل اعوذ برب الفلق. هاي الخرقة فعلا سحرية بتلمع، شايفي ما احلى بثواني. الليفة ممكن من فترة لفترة تحطوا ملح الليمون. او على السلك صابون غار ويتنظف. هذا نفس الشيء، انا بحط دواء غسيل. بكمل الباقي. هذا صابون غار، شايفين بروة الصابون؟ أنا برغي الصابون هون مباشر وبنظف. تفركيها لتحطي اصبعتك تحسي شيء صار املس وناعم. هلا هاد شوفي شلون بكل بساطة بعمل هيك. اخذنا لمعان لانه هو لسه فيه جزء من السخونة. تمام. طيب يا خالي هاد الالمنيوم كله عم بشوفه اسود عند البعض للأسف. بكل بساطة عندك طريقتين، اما طريقة السنفرة اي حروق للركاوي او هون بيروح كلياته حتى على الستانلس. البعض بيقول عم يتشخوط، لا انت حفيه بالورق الازاز السنفرة هذا تبع الدهين بهدوء. صدقيني تنظيف مرة بعد مرة بيصير فعلا ولا اروع. وعلى فكرة قلت اروع ولا اروع، وعلى فكرة خلينا نتخلص من الحروق أفضل من منظر الدهن والسمن والسواد. إما بسلك ها
هذا هو صابون الغار، الصابون النابلسي هذا هو. بحط جزء، أنا دايما البروات اللي بيزيدوا من الاستحمام بحط شوية مي وبحطهم بهالشكل، بحط على السلك، على السلك بهالشكل وبفرك بهالطريقة، تلاقي بتاخدي لمعان رائع. شوفي هلا بدك تقولي لي انضاف، اي طيب انا فورا ما بستنى، مستحيل استنى لحتى يتراكم بهالشكل. شوفي ما عميل ما وقفي فرشكية، هن بكبوا من فترة لفترة بكبوا، او شايفه شلون عميل ما، او بهذا بتعملي هيك بطلع سواد، وبعدين بهاي تاخدي فعلا لمعان بجنة. هيك المهم يا صبايا بدي أرجيكم، أنا بالنسبة للستانلس إما بالصابون الغار أو البديل دواء الغسيل بعمله بهالشكل، بشيلهم طبعا كلياتهم، بشيلهم هدول كلهم بشيلهم هيك بشيلهم. وعلى فكرة ممكن تغلوهم بالمحل ليمون رح يسودوا معكم، بس ما تخافوا، بترغوا صابون غار على السلك وبتفركوهم بيطلعوا بجننوا بهالطريقة بكل بساطة. بعد كل طبخة بعمل هالطريقة هاي بيفضل عم يلمع. وإذا نكب القهوة صدقوني بترك فنجان القهوة على طرف وبشتغل، بشيل آثار كب القهوة. وما تنسوا هالخرقة السحرية اللي نصحتكم فيها، وما ننسى هون محل قفال بدخل زفر كمان. شوفوا شلون هلا هيك طلع. شايفين؟ دايما هون بدخل الخرقة بهالشكل بواسطة معلقة هون الزياء، منقول الزياء في مصطلحات حلبية بتجنن. شايفين شلون اللمعان؟ لسا رح افركن هون كمان وهون افرجيكم بهالطريقة. هي بتعمليها بالاسبوع مرة، بس اللي عملته هاد كل يوم، ممكن قبل ما تنامي وممكن بعد ما تخلصي طبختك. هذا هو سر النظافة وهذا هو سر اللمعان. وبالنسبة لهذا من المنيوم، ممكن بورق السنفرة بهالطريقة هيك. شوفوا مجرد ما عملت هيك، هلا البعض عم بيقول عم تاخدي طبقة رقيقة منه، ما في مشكلة اذا طبقة رقيقة، السلك نفس الشيء بهالطريقة. نفس الشيء بقيت عيون الغاز افرجيكم اياهم. شايفين رجع جديد. مين مثلي بفور احيانا القهوه، احيانا في هون فراغ من حين لاخر نعمل بهالشكل، ما معقوله نجر الغاز كل يوم لانه بنكسروا الاجرين. بواسطة معلقة بطريقة ما مننظف هون، بنسميه الزيق. باب الفرن الإزازة تبعته بالنهاية بعد ما تنشفيها لمعيها بالويندكس تبع البلور، تاخدي لمعان فعلا ولا أروع. وبالنهاية بعد ما أنطفه تماما
مجرد نقطة مي وبمنشفة ناشفة أو مثل هالخرقة هاي، هاي بتجنن بتجنن هالخرقة، ما بتوجع لك إيديكي بالعصر. بلمع فيها أخذت غاز عم يلمع. ما تنسوا هالفتحات هدول بهالشكل. كمان لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. حتى باب الفرن هالمري أنا بحط خرقة منشفة بحط بهالشكل، وكل ثلاثة أيام حسب إذا قليت بغسلها فورا، بس إذا طبخ عادي كل ثلاثة أيام بغيرها، بتخفف عبء الشغل عن كتفك.